أهمية خطوات النقابة للتخفيف بهذا الشيء الصعب؟ هلا الطبيعي الكارثة التي حلت بفعل الزلزال وحولت بعض المحافظات إلى محافظات منكوبة، طبيعي أن يتنادى كل سوري للقيام بواجبه إن كان على صعيد المؤسسات أو على صعيد الأفراد. انطلاقا من موقعنا في النقابة كنا سباقين باتجاه نأكد حضورنا، نأكد انتمائنا، نأكد تعاطفنا. الضحايا اللي هن شهداء أهلنا والمصابين أهلنا، هناك حالة يعني كتير صعبة كتير معقدة، وأنا على اطلاع من خلال تواصلي مع كل المحافظات في إلنا أقرباء وإلنا أصدقاء وهن بالمحصلة مثل ما قلت لك أهل، فحجم الكارثة كبير. أن نكون حاضرين بأداء الواجب هذا بخفف وأنا اللي شايفه أنه في مبادرات كتير مهمة قامت فيها مؤسسات وأفراد. قديش معتمدين على تجاوب الفنانين سواء بسوريا أو خارج سوريا للمبادرة يلي عملتوها؟ بصراحة عنا تجاوب من داخل سوريا ومن خارج سوريا، أكدوا على ما يتمتعون به من حب لهذا الوطن ولأهلهم بهذا الوطن. شو في خطوات ملموسة لسه على الأرض بالأيام القادمة؟ هلا نحن يوميا عنا اجتماع بمجلس النقابة مع الفروع، ويوميا تطلع فكرة جديدة. الآن يعني نحن وجهنا فروعنا بالمحافظات أن يكونوا حاضرين ويقدموا المؤازرة التي تطلب منهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. أيضا وجهناهم لحملات التبرع بالدم. أيضا في زملاء فتحوا بيوتهم لاستقبال العائلات التي شردت بفعل الزلزال. الآن أهم شيء ممكن ينقال أنه الحزن بيلم وبيجمع، أنه نحن الآن على مستوى الجغرافيا السورية حالة الحزن مسيطرة علينا كلياتنا، فهي فرصة لعودة الحب، لعودة التكافل الاجتماعي، التعاضد الاجتماعي. والآن كل سوري عم يعمل صرخة ضد هذا الحصار الجائر على سوريا. يعني نحن 12 سنة حرب، وأتى هذا الزلزال ليكشف زيف الدول الغربية اللي هي سلفا من نشأتها استعمارية، يكشف زيفة بالشعارات اللي بتصدرها أنه هي تسعى لنشر الديمقراطية ولحماية حقوق الإنسان وضد أنظمة. نحن الشعب السوري شعب يتعرض لهذا الاضطهاد الكبير، لهذا الظلم الكبير نتيجة حصار الدول ومن يسير في ركبهم. للأسف بعول كثير أنا على أن تكون الدول العربية حاضرة بأزمتنا، وأن يعيدوا مسألة الانصهار لأننا أمة عربية واحدة. أنا بعتب على العربي، ما بيهمني الغربي أو الأوروبي، لا أعتب عليه. هو بالأساس استعماري. شكرا كثير لحضرتك أستاذ محسن غازي. شكرا كثير لك.